انت اللي صح مش حلومك صدقيني، دوسي قوي على كل شيء بينك وبيني، دي على قلبي ويا حبي. شفت ابن اللذينة اخذ 4 شيكل يا زلمة، والله شكل البنزين غليان. حق مش عليك اساسا ولا على السواق. المشكلة يا ابني في الديمقراطية وفي حقوق الانسان، ولك من 91 لما راح الاتحاد السوفيتي لليوم والرأسمالية قاعدة تنهب في اموالنا وفي مصارينا لحد هاي اللحظة. لا البنزين سلمان ولا الاواعي اللي احنا لابسينها سالمة ولا الحكومات سالمة ولا شيء سالم من الغلو اللي قاعد بيصير، وقت مو صدمنا قاعدين وبتقولي بالاخر البنزين مش غليان. فكك مني يا زلمة. طب ايش بالنسبة للبنزين يعني؟ جاوبه، قل له جاوبه. الشاب سألك سؤال واضح وصريح، انت ليش قاعد بتلف وبتدور ودخلت في مواضيع وشمال وغرب وقعدت تقول له حكومات والرأسمالية والاشتراكية وقعدت تقول له مصاصين الدماء وفامبايرز وقلبت فيلم سو؟ ليش كل هذا؟ الشاب سألك سؤال واضح. طريقتك فخمة على فكرة، واللفحة اللي لابسها كتير حلوة، وكاريزمتك بتبين ان انت بنادم مثقف، بس هو ايش له؟ سألك سؤال واضح وصريح، ايش بالنسبة للبنزين؟ زلمة قبل حوالي 4 أيام كنت قاعد هيك في الدار، فبالصدفة كنت قاعد عم بدور على كتاب اللي لي في الجامعة، لقيت كتاب إيش؟ مذكرات هنري كيسنجر وزير الخارجية أمريكا السابق. نفس مرة حس زلمة إنه في إشي عندها منظم يصير وفي خطة معينة، كل إشي عشوائي وكل إشي بطيء. معي أنت ولا لا؟ على سيرة الاستراتيجيات، مرة قريت كتاب هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي. كانوا الممرضين في المستشفى لما يشوفوه ماسك ورقة وقلم قاعد يكتب كانوا يسحبوهم منهم سحب، نشوف لوين الزلمة حاب انه يفيد وحاب انه يحط تجاربه وحاب انه عن جد يفيد الناس. فهذا الكتاب عن جد انا بنصحك تقروه، كثير حتستفيدوا منه. يا زلمة انت تحكي لي مصطفى السباعي ومات في ايده قلم وانت بتحكي لي كيسنجر، مين سمع فيهم هذول؟ يا شباب بدكم تقروا، خذوا نصيحة مني، اقرأوا أدب. الادب هو اللي بيخليك تفصل في الشخصيات. لا تقول لي كيسنجر ولا تقول لي سباعي، الثقافه هي الادب، بفصل لك الشخصيات. اقرا 100 عام العزله على سبيل المثال. 100 عام العزله؟ اه. عن ايش بحكي كتاب ايش؟ كتاب 100 عام العزله. ايوه الفكره شوقتني. عن ايش بحكي صحيح؟ بحكي عن يعني مش ذاكر تفاصيله ولكن مفيد. فاهم شيء؟ يعني معلش انت كنت قاعد وقاعد تفرض رايك على الشباب، سيبك من مش عارف مين وسيبك مش عارف مين، وجبت اسم كتاب انت اصلا ما قريت. هوش بعدين عن ايش بحكي؟ اه عن ايش بحكي؟ قول عن ايش بحكي. سمعت ايش صار في المصالحه امبارح؟ قول يا اخو. مجتمعين 45 دقيقه بعدين بيحكوا عن بالنسبه للثورات اللي بتصير في المجتمعات العربيه، قال لك نحن نحترم اراده الشعوب. أساسا ما بيحترموا إرادة الشعوب كلها، بيحترموش إرادة الشعب. لا سلام يا زلمة بلا كلام فاضي. بدري ما بدري أنا عارف عنهم يا رب. والله أنا واحد من الناس يا أخوي يسك من كل هذا الكلام، عارف أنا ماليش فيه. أنا عندي مثلا أخش موقع نت عالم الفن أو حاجة أشوف عامل دياب حلق دقنه مكن جلات أو هذا، ولا من أسمع أي كلام. أنا بدي أقول لكم شغلة، بسم الله غزة الفترة الجاية يا حتفتح رجليها للريح، يا ما حناكل ضربة حتكون أقوى ضربة ممكن يشوفها تشوف المنطقة. مين ما يخبط حيخبط في غزة. إيران إذا خبطت حتخبط في غزة، إسرائيل إذا خبطت حتخبط في غزة، أبوك إذا تضايق منك من الإمارات حيخبط في غزة. يا أخي كم العام في الشباب طلباتكم؟ والله أدوا على نسكافيه. واحد نسكافيه بلاقي عندكم. ينسون في ينسون؟ ينسون هات له واحد كابتشينو. واحد كابتشينو انا بدي مشروبي المعتاد. شوفك
استاذي بس عفوا، المشروب مره ثانيه بعد اذنك. مشروبي اللي بشربه بالعاده، معلش انا كل يوم باجي هان. عفوا بس مشروب قهوه. قهوه انا بدي قهوه ساده ولا طبيعي ولا سنكه؟ ساده ولا حلوه؟ وفي حد بيشرب قهوه حلوه؟ ساده الف مره ساده. قهوه حلوه بتنشربش يا زلمه. احنا اسفين، ضايقني والله، ضايقني خلاص. كيف خليها طعم القهوه؟ تبلغ على جديد لسه في المكان، بده ياخذ يده بشكل وجه معنا انسان وضيع. لا يبقى القهوه. قهوه حلوه يا زلمه. ماشي، فهمنا ان انت بتشرب قهوه زي محمود درويش في فنجان، حلو كتير. بس انت تتضايق علشان بيشرب القهوه حلوه ولا مش حلوه؟ انت ايش لك؟ مش فاهم. بعدين الشخص الثاني اللي معك هذاك بده يشرب كابتشينو، ليش بيسال اذا فيه انسون ولا لا؟ ايش العلاقه؟ مش عارف، ولا هو تشخيص وخلص. بعدين بتقول له مشروبي المعتاد، وعم الفرح ارجاء المدينه والكل فرح وانبسط. يعني ها اجل بضيف فنش. اهلا كيف حالك حبيبي؟ اخبارك؟ ولك ايش اخبارك؟ كيف حالك؟ انا مشتاق لك والله من يومين. بس كثير انت ايش اخبارك؟ ايش عامل؟ تفضل اقعد معنا. تفضل. لا معلش بس كان في شباب يستنوا جوا. انا انا وصلت كثير من شفتك حبيبي. انا مشتاق لك والله، وقبل يومين كنت كثير لك مع الشباب. الله يخليك. فرصة سعيدة، فرصة سعيدة. سلامات. بضيم بضيم بضيم، بكره بكره بخ، بنزليش من زور، خانقني يا زلمه. لا لا الله، ضعنا انت ابو يوسف زلمه. انا بقول لك شبه متربيين مع بعض انت وياه يا زلمه. اطلع من راسي يا زلمه، انت النفاق اللي انت فيه هذا يا زلمه. انت ابو يوسف احضانه حبيب. انا اتضايقت يا زلمه، انا انخنقت منك. يعني انت مخنوق من الشاب وبتكش تسلم عليه؟ ما تسلمش عليه، مش انك تفسخه من وراه. عادي يا زلمه، تقول له خنقتني. هو قرابه يا راجل. تعال تعال، انا افهمك. تعال ما تخافش حبيبي، ما تخافش. تعال انا افهمك غلط، ما تخافش. شايف كيف محلاك؟ امور هيك من غير ولا طقيه ولا فنجان قهوه ولا شيء. عادي، خليك طبيعي على طبيعتك. انا مش انه مع ما تقراش وما تتثقفش، بالعكس اقرا واكتب وتثقف. والبلد المثقف مش بيكون بطقيته وبفنجان القهوه والكلام الفاضي هذا، لا، البلد المثقف بيكون بعقله باخلاقه بمبادئه. هيك بيكون البلد المثقف حبوب طيب. يعني انا ما تخافش حبيبي، ما تخافش. تعال، انا كنت بعرف واحد زي حالاتك، كان نفس النظام، بعد ما اكتشف نفسه صار لاعب سله. عادي طبيعي، خليك طبيعي. ماشي عمو، يلا روح عمو، سلام ابوك. ها احنا مش ضد انه ثقافه، مش ضد ان البنادم يكون مثقف، بالعكس احنا مع انه البنادم يكون مثقف، مع انه البنادم يقرا ويكتب ويتثقف اكثر. بس مفهوم الثقافه عنا مش بالشكل، بالمضمون يا جماعه. خليك بالمضمون مثقف، بمبادئك باخلاقك بتعاملك مع الناس. خليك بنادم محترم، خليك قدوه للغير وبس، خليك طبيعي. مش فاهمة.